هذا البرنامج برعاية جريدة العرب، أول جريدة عربية مستقلة تأسست بلندن عام 1977. تجدونها كل صباح في جميع الأكشاك. متابعي قناة تلفزة تي في، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اليوم، البرنامج اللي يجيكم من الاثنين للجمعة 9:15 متاع الليل. نتحدث اليوم عن مشاورات تشكيل الحكومة، أول تسجيل أول خطاب مسجل لرئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، قرر فيه تحييد وأعلن فيه تحييد وزارات السيادة في المقابلة التيار الديمقراطي، يعلن تشبثه بموقفه بالحصول على 3 وزارات هي وزارة الداخلية، العدل والإصلاح الإداري. أي سيناريوهات منتظرة؟ ماذا تستعد الحركة النهضة لهذه الموقف؟ وكيف ستكون السيناريوهات القادمة لتشكيل الحكومة؟ نتحدث اليوم عن ما ينتظر حركة النهضة في المستقبل، وخاصة بعد المصادقة على قانون المالية يوم أمس. وضيفنا اليوم سيكون السيد محمد الجماني، عضو المكتب السياسي لحركة النهضة ونائب في البرلمان عن حركة النهضة. مرحبا بك. اهلا وسهلا، مساء الخير لكافه مشاهدي التلفزه تي في، وشكرا سي مختار على الاستضافه. شكرا لك سي محمد. خلينا في البدايه نشوف تقرير عن السيناريوهات المنتظره بخصوص تشكيل الحكومه، ثم لنا عوده للحديث. في خضم معاشات تونس نهايه الاسبوع الماضي من كارثه اسفرت على وفاه 28 شاب وشابه بعد سقوط حافله في واد بمنطقه عمدون من ولايه باجه، تواصلت في الغرف المغلقة المشاورات اللي يقودها رئيس الحكومة المكلف لحبيب الجملي لتشكيل الحكومة، واللي تعقدت أكثر من أي وقت سابق، خاصة مع تشبث بعض الأحزاب بشروطها للمشاركة في الحكومة وقرار الجملي بتحييد وزارات السيادة، وهذا ما ترفضه بعض الأحزاب المعنية بالمشاركة في الحكومة. لحبيب الجملي خرج في أول خطاب مسجل ليه وين اتحدث على مسار تشكيل الحكومة، وأكد أن وزارات السيادة الأربعة باش تكون محايدة على كل الأحزاب السياسية، وشدد على ضرورة ألا يطغى عامل المحاصة والتجاذب والتنافس غير البناء على بقية الحقائب الوزارية، وأشار أنه قطع أشواط متقدمة في جمع ترشحات تخص كفاءات وطنية مستقلة باش يقترحها لشغل عدد من المناصب الوزارية، ودعا في نفس الوقت الأحزاب لتقديم مقترحاتها بخصوص الحقائب الوزارية المعنية بها، وطالب أن تتوفر في الشخصيات هذه الكفاءة والنزاهة والقدرة على التسيير والنجاعة في العمل. على الجانب الآخر، وبالتوازي مع تصريحات رئيس الحكومة المكلف، يبدو أن الأمور باش تكون أصعب مما تم توقعه لنجاح حصول الحكومة على عدد الأصوات اللازمة للمصادقة عليها في البرلمان، وإن مازال يتشبث حزب التيار الديمقراطي بالحصول على ضمانات وعلى 3 حقائب وزارية للمشاركة في الحكومة المقبلة، وهذا ما أكده أمين عام الحزب محمد عبو، اللي أشار أن المفاوضات مستمرة مع الجملي على مسارين، ويتمثل المسار الأول في تقديم تصور لعمل الحكومة في 204 نقطة، في حين يتعلق المسار الثاني بمشاركة التيار في الحكومة، وين يطالب الحزب بضمانات أبرزها الحصول على وزارات الداخلية والعدل والإصلاح الإداري، ويرفض المشاركة في الحكومة دون الحصول عليها. وفي نفس وقت إيكال النهضة مهمة تكوين الحكومة للحبيب الجملي، ما زالت الحركة تعيش على وقع رهانات أخرى كان آخرها المصادقة على قانون المالية التكميلي، واللي تم البارح بموافقة 109 نائب واحتفاظ 5 نواب واعتراض 19 آخرين، لكنه تم وسط أجواء متشنجة وتراشق بالتهم بين عدد من النواب بما عطل سير الجلسة، وحتى بعد تعطل الجلسة تواصلت المشاحنات بين نواب النهضة وحزب الدستور الحر بعد قرار نواب الحزب الدستور الحر الاعتصام في المجلس منذ يوم أمس، ومطالبتهم رئاسة المجلس برد الاعتبار والاعتذار على خلفية ما اعتبروه قيام النائب عن حركة النهضة جميل الإكسيكسي بإهانة نواب الحزب في البرلمان ووصفهم بأوصاف غير لائقة.
كما شفنا متابعينا الكرام، بعد المصادقة على قانون المالية يتواصل الجدل حول مشاورات تشكيل الحكومة، لكن بما أنه ضيفنا اليوم السيد محمد الجماني وهو نائب في البرلمان عن ولاية باجة وحركة النهضة في ولاية باجة، سي محمد يظهر لي ما نجموش تكون ضيفنا وما نحكيوش على اللي صار، الفاجعة الكبيرة اللي صارت في منطقة عمدون من ولاية باجة وأسفرت عن وفاة 29 شاب وشاب، اليوم ارتفع العدد إلى 29 شخص بعد وفاة فتاتين في المستشفى. في البداية كيفاش تقبلت الحادثة هذه؟ وحسب رأيك الوقتاش يعني اليوم مش نبقاو على نفس المستوى هذا من الحوادث ومن الفساد بصراحة اللي اليوم يخلي الوضعية خايبة برشا في الطرقات التونسية وخاصة بالنسبة للبنية التحتية؟ أجدد الترحم على شهداء فجاعة عمدون وأرجو الشفاء للمصابين وأعبر عن التضامن الحار والخالص مع عائلاتهم اللي للأسف عائلات من أوساط شعبية نكبت في أبنائها، ولكن أيضا ستتحمل أعباء مادية يفترض أن السلطات الجهوية والمركزية تولي الأهمية لشهداء. نجم نقول لك اللي أنا تجعت وجع مضاعف من هذه الحادثة الأليمة بسبب أنه حصلت في دائرة أنا نائب عنها اللي هي دائرة باجة، وثانيا لأني أغلب الضحايا من المنطقة اللي نسكن فيها وهي منطقة بن عروس، وفيهم شباب هم من جيراننا أولاد وبنات معناها راحوا نتيجة هالحادثة الأليمة. الحادثة الأليمة اللي ألمها أيضا فرصة لتسليط الضوء على أشياء ساعات تظهرنا عادية في الأيام اليوم. سي محمد، اليوم مجلس النواب ورئيس مجلس النواب راشد الغنوش اللي هو رئيس حركة النهضة اللي تنتمي لها دعا إلى جلسة مع نواب الشمال الغربي. الجلسة هذه أثارت برشا جدل، يعني لماذا اليوم يتم الحديث على الشمال الغربي؟ وأيضا ما تم خلال الجلسة، حركة الشعب عبر حاتم أبو بكري رفضت الحضور في هذه الجلسة، أيضا البارح سمعنا حاتم المليكي عن قلب تونس اللي يقول أنه أهم حاجة في الجلسة هي قراءة الفاتحة والترحم على روح الشهداء. هل عندنا وجهة نظر أخرى بخصوص هذه الجلسة اللي جمعتكم مع رشد الغنوشي؟ للأسف أنا أخشى أنه المناكفات الحزبية والحسابات السياسية تولي تفسد علينا كل شيء، بما في ذلك روح التضامن في النوائب ومنها النائبة هذه اللي هي فجعة عمدون. سيد رشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب، هذه صفته الأساسية دعا بها نواب الشمال الغربي وكنت من بين الذين حضروا. اللفتة هذه بالعكس إيجابية. احنا كي وقعت عملية بنقردان وتصدى اهل بنقردان واهل الجنوب بصفة عامة للهجوم الارهابي، الناس كلها اشادت بالجنوب وتحدثنا وكان ثم جلسات مع نواب الجنوب انذاك. عندما تحصل مشكلة في اي منطقة هي فرصة باش نسلط الضوء على المنطقة ذيك. انا اعتبر اللي بدرت رئيس مجلس نواب الشعب بادرة إيجابية. لكن ماذا تم خلال هذه الجلسة اليوم؟ أولا رئيس مجلس نواب الشعب تنقل في الليل ومشى للشرنيكول ومشى وشاف الجرحى وشاف أهالي الموتى. الأمر الثاني في الجلسة هذه هو وقت محدد، قال السيد رئيس مجلس نواب الشعب بعد ما قرينا الفاتحة وعبرنا عن التضامن، والفاتحة هي التعبير التونسية الأشهر في الترحم على الموتى بصفة عامة، افتح المجال للسادة النواب في وقت قصير باش يعبروا على هواجس المنطقة، وقال سأرفع أراكم ومقترحاتكم لمكتب مجلس نواب الشعب للتداول فيها وإمكانية ربما دعوة يعني اليوم الحكومة أو غيرها للحوار حول هذه المسائل. سمحني سي محمد، لكن اليوم المواطن التونسي اللي يتفرج يقول أنه هل أنه الجلسة هذه اللي أعطيناها وقت قصير برشا في رزنامة البرلمان، نعرفوا عندكم برنامج مسطر، لأن الحادثة بالبشاعة هذه لا تستحق سوى زيارة وجلسة بمدة قصيرة ورفع الاقتراحات فقط؟ لا، الفاجعة تحتاج متابعة طويلة وإجراءات عديدة. الفاجعة تنقلها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على عين المكان. الفاجعة هبلها التوانسة بأعداد غفيرة جدا. أنا عمري ما شفت شهادة عفوا جنازة وشدتها بالطريقة اللي حصلت في الحادثة هذه. الحادثة هذه استوجبت جلسة بنواب الشمال الغربي بعد تخصيص ساعتين من الجلسة المخصصة لميزانية 2019 التكميلية
للحديث عن الفاجعة ولتعبير النواب على أحاسيسهم وأيضا على مقترحاتهم، وستكون هنالك متابعات. لكن اليوم فما بعض الناس اللي حملوا حركة النهضة ما يحدث من كوارث في الشمال الغربي، يعتبروا أنه حكومة الفشل منذ 2011 اللي كانت فيها حركة النهضة ما غيرت شيء من وضعية الشمال الغربي، وهي مسؤولة أيضا عن البنية التحتية في تونس الكل، اللي يعني المنظومة هذه اللي فيها حركة النهضة البنية التحتية اللي طالما تسببت بكوارث اليوم. أنا رأي لا أستثني تحمل النهضة لجزء من مسؤولية الحكم بصفة عامة في السنوات اللي شاركت فيها، لكن للأسف مرة أخرى المناكفات تخلي الناس ما تشوفش الأمور كحقيقة. أنا نقول ما حصل بعد الثورة عرى معناها أكثر من نصف قرن من الإخلالات في البنية التحتية في الأوضاع الصحية. ولهناك كان أمل التوانسة أنه بعد نصف قرن واكتشفنا حقيقة الدولة اللي عايشين فيها، يعني أنه كانت فمن يسب نمو مغلوطة وفمن يسب يعني تقدم مغلوطة، لكن بقدوم حركة النهضة وبقدوم الثورة ومن ورائها جميع الأحزاب تخيلنا أنه الوضع باش يتحسن شوية، يعني هذا هو التصور. نعم هذا المأمول، وهذه تطلعات الناس وهذه تطلعات النهضويين وزراء النهضة كما قيادات السياسية وكما مؤسساتها، الكلهم مصرين على تنفيذ الدستور اللي لعبوا فيه دور رئيسي وجعلوا من مادة من مواده هو التمييز الإيجابي للجهات الداخلية، واللي جعلوا من الكرامة أحد شعارات نظام الجمهوري، واللي معناه هما أصلهم في أغلبهم جمهور الناخب للنهضة ينتمي للأوساط الفقيرة وللجهات المهمشة هذية. إذا عملوا ما في جهدهم، لكن الناس كلها تعرف اللي الدولة في بعد الثورة في بداية مواجهتها للقضايا التنموية لقت روحها قدام الخطر الإرهابي، قدام أولوية أمنية وعسكرية، لقت روحها أيضا تواجه في مشاكل اجتماعية نتيجة احتجاجات القطاعات إلى كذا، ربما اضطربت أنا نقول الأولويات ووقع إعطاء أولوية أكبر للمسائل السياسية واستكمال المسار الديمقراطي على حساب الكرامة وقضايا الجهات. انتخابات 2019 عدلت البوصلة، وإحنا قبل الانتخابات رفعنا شعار الانعطاف الاجتماعية وقلنا أن المرحلة القادمة هي مرحلة الاقتصادي والاجتماعي، وسنحاول أن نعالج هذه القضايا. نتمنى هذا وفي صالح تونس، لو أنه البوادر الأولى يعني ما يظهر لي ما مش في الجانب هذا والبوادر مش إيجابية. شوف إلى حد مش صحيح، أنا رأيي السوداوية مش صحيح. أنا أقول لك مثلا هذا موقف التوانسة، هذا موقف التوانسة محمد. أنا بيدي جزء من التوانسة، وأنا البارح عملت كلمة في مجلس النواب الشعب وقلت للأسف أن أحنا عنا صورة لتونس الجميلة والديمقراطية نعتز بها، ولكن عنا لصورة تونس إن شاءنا الطاردة، تونس اللي فيها الموت في بمناسبة الأمطار، والموت في العلب الليلية، والموت في الطرقات، والموت في البحر، والموت معناها بالطعن والبركاجات. يعني هذه الصورة احنا متحملين مسؤوليتنا، لكن لسنا الطرف الوحيد. هذه أولويات. أنا أقول لك جزء ربما حتى من الخطاب بين ظفرين المعارض هو ساهم في إرباك الأولويات، ساهم في تعطيل معناها أعمال الحكومات المتعاقبة. يلزمنا الكلنا نحطوا اليد في اليد ونفهموا بأنه عندما أنا تنمو جهة جباجة ما يهمش وقتها النهضة ولا قلب تونس ولا تحية تونس ولا الجبهة الشعبية ولا كذا. يعني قضايانا التنموية هي قضايا جامعة، والمفروض أن النواب يجتمعون على هذه القضايا مهما كانت. نتنافسوا وقت الحملة الانتخابية، تو نتعاونوا النواب من مختلف الحساسيات والأحزاب لكي ننهض. نتمنى هذا، لو أنه كما قلت معنا التنافس وقت الحملة الانتخابية وفي تونس، والتنافس حتى خارج الحملة الانتخابية على كل، لا يرحم كل الضحايا حادثة عمدون. إن شاء الله نتمنى لهم الشفاء العاجل أيضا لكل الجرحى، ورحم الله الضحايا وأسكنهم في رديسة جيرانه. البارح كان تمت المصادقة على قانون المالية، 109 صوت احتفاظ 5 نواب واعتراض 19 اخرين. يظهر لي اليوم التونسي كانه فما سؤال، يعني السؤال اللي ديما نحكيو فيه على قانون المالية، القانون المالية التكميلي تم المصادقة عليه، لانه شكلية الجلسة اللي صارت البارح. قانون المالية لازم صادقوا عليه، وبتعلة العادة انه ما نجموش نصرفوا يعني أجور الموظفين، من نجموش نصف المنحة المدرسية. كانوا الجلسة شكلية، وأكثر من هذا الجلسة تشهد الكثير من التهريج
من جميع النواب ومن كل الكتل. هو هذه مستلزمات قانون المالية، أنه إذا كان ثم ميزانية تكميلية يجب يقرها مجلس نواب الشعب وفق الدستور والقوانين الجاري بهالعمل. سي محمد، لكن ما الذي سيغيره قانون المالية التكميلي في غياب رؤية واضحة من الحكومة؟ يعني اليوم نشوفوا أنه قانون المالية ما فماش رؤية من الحكومة، وقانون المالية التكميلي يعني بجانب صغير من التغيير، مش بشي يغير حاجة كبيرة. يعني هو اسمه تكميلي، يعني ميزانية 2019 والرؤية تعبر عليها تمت في ديسمبر 2019، جاء رئيس الحكومة وقدم رؤيته، والميزانية قدرت أنذاك تقريبا ب 40,000 مليار. تبين بعد نتيجة طوارئ، نتيجة الاتفاق اللي عمله يوسف الشاهد مع الاتحاد العام التونسي للشغل في الزيادات مع قطاع التعليم والوظيفة العمومية بصفة عامة، هذا أدى لتعديل في أصبحت تقريبا 43,000 مليار. إذا يلزم مجلس نواب الشعب بمقتضى الدستور والقانون ينظر ويقرر هذه الأمور. إذا هذا نقوله تحصيل حاصل، وفعلا البارح بعض أطراف سياسية ما كانتش مقدرة الأمور هذه وصوتت ضد الميزانية في البداية، وبعد أدركت اللي كان تعطل ميزانية 2019 التكميلية ستعطل زيادات الوظيفة العمومية وستتسبب في أزمة بتاع المنحة المدرسية للسادة. لكن كأنه اليوم الحكومة ومن ورائها يعني بعض الأحزاب تضعنا أمام النار، يعني كأنه يا إما ما تصوتوش للقانون المالية يا إما رانا باش نوقفوا البلاد. اليوم ما فماش أجور شهرية، يعني هذا هو السيناريو اللي نشوفه فيه. مش تهديد، هذاك علاش يتم وصف هذه الجلسة بالجلسة الشكلية. يعني هذه مش تهديد، هذه طبيعة الأمور، هي وصفة بالعكس معناها جلسة ضرورية. هذا يتم إعادته كل سنة نفس السيناريو، يتعاود كل عام. هكذا القانون. واليوم حكومة قادمة ستتعامل مع ميزانية دولة أعدتها حكومة سابقة. هذا توم ستعدوا له ربما في نهاية الأسبوع هذا باش نبداو نناقشوا ميزانية 2020، واللي قانون الميزانية جديد اللي تم إقراره عدل الأمور، وستصبح الميزانية تقريبا تعرض على مجلس نواب الشعب بداية من شهر جويلية، وسيتم تلافي هذايا أن ميزانية تجي في آخر وقت حتى خاصة في المراحل الانتقالية من حكم الحكم. لكن أنا نحب أن لحظك سي مختار ويسمعوا السادة المشاهدين أنه ميزانية تونس تقريبا في 2010 كانت حوالي 20,000 مليار. الآن شوف في 2019 ولينا في 43,000 مليار. إذا الميزانية ضعفت، يعني التوانسة ولينا نصرف، الدولة التونسية ولا تصرف الدوبل في تقريبا 8 أو 9 سنوات. تصرف فيها على شنو؟ تصرف فيها على الأجور اللي زادت، تصرف فيها على، لكن في ظل غياب استراتيجية واضحة، في ظل غياب استراتيجية واضحة وفي ظل القروض التي يعني زاد في نفس الوقت اللي نشوفوا فيه ارتفاع ميزانية الدولة، نشوفوا فيه تضاعف مرات ومرات للقروض اللي ناخذوا فيها من البنوك الدولية. بالضبط، ضعفت الميزانية وقل العمل وتعطلت الماكينات المؤسسات العمومية وقل التصدير وتراجع خلق الثروة. يعني احنا عايشين في مفارقة لهنا نحكيه على استهلاك واخراج اموال من قبل الدولة، ولكن في مقابل تعطل الاستثمار، ولهذا تتحمل الحكومات المتعاقبة. اليوم ديما نرجع لنفس الموضوع، نعم، يعني الحكومات لا تتفصى من مسؤولياتها على الاقل من جانبنا في النهضة. نعترف بجزء من ربما سوء التقدير لتوازن بين المسار السياسي والمسار الاقتصادي والاجتماعي، لكن عموما عندما تتضاعف الميزانية ويقل العمل والإنتاج، الدولة اضطرت إلى التدين المستمر حتى أصبحت المعادلات بالطبع عالية. علينا الآن أن نواجه مصيرنا بأنفسنا وأن نتحمل مسؤوليتنا، لكن دائما الدولة تعمل بنظام. يا سيدي معناها ما عجبناش الطريقة هذه، أنا قلت لك وقع تعديل في قانون الميزانية، يقع تعديل. لكن التعديل ديما سي محمد راهو نحكي على أنه التعديل هذا مش باش يكون تعديل كبير، يعني قانون الميزانية ديما نفس المشكلة. صحيح الميزانية قاعدة ترتفع، صحيح المصاريف اللي تتكلفها الدولة اليوم أكثر من العادة، لكن ما تشوفش تغيير على مستوى حياة التونسيين. اليوم نشوفوا معدلات البطالة ارتفعت، نشوفوا معدلات الفقر ارتفعت، نشوفوا تحطم يعني العائلة الوسطية المتوسطة في تونس. اليوم نشوفوا هذا مش راجع على حياة التونسيين، نشوفوا وهذا أخلق مشاكل أخرى اقتصادية واجتماعية. معك تماما في أنه فما قلنا إخفاق اقتصادي واجتماعي مقابل
التقدم في المجال السياسي واللي تقدم زي ما كملش. احنا كيفاش الان نصح المسار؟ ربما حكومه سي لحبيب الجملي من اهم ما هو مطروح عليها كعنوان هي كيف ستوازن بين الانجاز الاقتصادي والاجتماعي واستكمال تنزيل الدستور والمهام السياسيه. ثم قلنا اضطراب في الاولويات ام لا، وعديد نقول احنا الاسباب من جملتها ربما ايضا الضغوط القطاعيه اللي حصلت بعد الثوره، ربما منسوب الانتظارات العاليه. يتحمل اليوم الاتحاد التونسي جزءا من هذا الفشل؟ انا لا احمل طرف معين المسؤوليه، انا دائما انظر الى ان الاتحاد العام التونسي للشغل هو منظمه تدافع عن منظوريها. انا كنت الى وقت قريب احد منظوري الاتحاد والمعنيين بكل تحركاته الاجتماعيه. بطبيعة الحال عندما تغلى المعيشة وينقص سعر الدينار وتولي منها الحاجة اللي كنت تشتري فيها بخمسة وتشتري فيها بعشرة وخمستاش، طبيعي جدا الاتحاد يدافع على منظوره ويستعمل كل الوسائل للضغط من أجل تحقيق مطالب. سي محمد، يظهر لي اليوم التونسي يقول لك أنه متفقين أنه قانون المالية والمصادقة عليه شر لابد منه، يعني مش شر هو خير. لا، يظهر لي شر لابد منه بالمصادقة عليه بالصيغة هذه، وفما إجماع على أنه قانون المالية لو ما فماش يعني اليوم خطوة حازمة من أجل إصلاح الأوضاع في البلاد فإنه باش تبقى السيناريو نفسه، يبقى كل عام قانون المالية نصادق عليه فقط لأننا مجبرون لأنه الدولة باش تقف كان ما يتمش المصادقة عليه. لكن زاد اليوم التونسي يقول لك في وقت المصادقة على القانون، في وقت الألامة التوانسة بالحادثة اللي صارت في عمدون، نشوفوا ما وصف بالسرك يعني في مجلس النواب البارح بين نواب من حركة النهضة. هو الحكاية كيفاش تطورت، يعني انه الحزب الدستوري الحر يعتبر انه وصفته مدام جميلة الكسيكسي اللي هي نائبة عن حركة النهضة بالكلوشارات وانه ما يحترموش الدولة وبعض الالفاظ، وهذا ما خلى رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسي تقدم شكاية للنيابة العمومية، وايضا شفنا يعني ايقاف اعمال الجلسه، شفنا اعتصام البارح نواب الحزب الدستوري الحر. علاش وصلنا للحاله هذه البارح؟ شكون نجموا حملوا المسؤوليه اليوم؟ شوف، انا بصفه شخصيه وممكن حتى نقول باسم كتله حركه النهضه يسيئنا ما حصل في المجلس نواب الشعب البارح. يسيئكم وصفه جميل الكسيكسي لنواب حركه الحزب الدستوري الحر، يسيئنا الصوره اللي توصل للناس. رغم اللي هذا مش جديد، خمس سنوات وحتى في المجلس التأسيسي شفنا من الطرهات ومن الخروج نقول احنا على النص ومن السلوكات والتصريحات اللي ما تعطيش الرسالة المطلوبة. وربما قلنا ربما البث المباشر خلى ساعات الناس ترغب في الظهور وفي الباز وفي يعني كده. اليوم يولي العيب في البث المباشر. لا مش العيب في النواب اللي يعملوا في السرك هذا، العيب في النواب اللي يتجاوزوا القانون النظام الداخلي ويتجاوزوا الاخلاق ويتجاوزوا المتطلبات. واليوم علاش وصلنا البارح جلسه البارح؟ علاش البارح؟ اولا رغم اللي انا كما قلت لك نعتبر ما صدر من الزميله جميله يعني غير مقبول، ولكنه ما يلزمش ننظر عليه بكبدايه، هو ايضا كرد فعل على جمله من التدخلات للحزب الدستوري الحر من خلال رئيسته ومختلف نوابه لا ينفكون عن مهاجمه النهضة بمختلف الوسائل. كل بعض واحد منهم قال هالتطارد هم اللي جاءوا بعد الثورة، يعني اتهمهم بالدواعش، اتهمهم بأنه كانوا حاجة نقول احنا جسم غريب على تونس، التصريحات الفاشية المستمرة لهذه المشكلة، أنه هذا الحزب وهذه الكتلة بالذات عندها رغبة في تعطيل الأمور. يا رب يلعمل عليك من نهار لول، مازلنا ما قال احنا ما عملناش القسم وما بديناش نقولوا بسم الله الرحمن الرحيم وبدات التعطيلات والمشاكل. يعني احنا راو بان كتله الحزب الحر الدستوري كحزب هي كتله جابها الصندوق، كتله عندها نفس الشرعيه كما كتله النهضه وكما بقيه الكتل، لا عندها زياده ولا عندها نقصان. ان تكون رغبتها هي التعطيل باستمرار وان تتوجه بالفاظ نابيه وان تستفز، ربما احد كيفي انا يتحمل ونرى بصحه الاسفاف هذا لا يجاب عنه. ثم ربما نائب اخر قد مثلا تصدر منه عباره غير مناسبه، المهم ان رئيس به اليوم توجههم رئيس مجلس نواب الشعب بقى
يواكب في تطور الامور بعد انتهاء الجلسه، واصدر بلاغ باسم لكن المكتب. اليوم الحزب الدستوري الحر يقول لك هو يحمل في الناس كل المسؤوليه اللي هي تتحملها النائبه عن حركه النهضه. يقول لك تحميل المسؤوليه الجماعيه خاطئ. لا مش جماعيه. اولا كان حبوا نرجع الامور، طلبت من راشد الغنوشي رئيس البرلمان الشيخ راشد الغنوشي، طلبت منه اعتذار رسمي وسحب الكلمات اللي توجهت بها جميلة الليكسيكسي. بلاغ السيد رئيس مجلس نواب الشعب تعهد فيه بسحب الكلمات الخارجة عن النص ولحنا والخارجة عن الأخلاق وعن من جهة جميلة ومن جهة عبير ومن أي جهة أخرى. الأمر الثاني دعا الجميع إلى الانضباط وإلى الالتزام بالنظام الداخلي. دعا جميلة الليكسيكسي هذا الصباح وعبر لها على عدم رضاه وعدم ارتياحه لما حصل من انحراف في الجلسة. دعا السيدة عبير موسي رفضت كعادتها ما باش تحضر. السيدة عبير موسي مش البارح فقط، كل موقع حضرت فيها إلا عملت فيها مشكلة. مشت تسيبو زيد عملت مشكلة، حضرت في التلفزة عملت مشكلة، حضرت في الإذاعة عملت مشكلة. هم مذيعين وانسحبوا ومنشطين وديكرونيكار وكذا بسبب الاستفزازات المستمره لها. انا في رايي اليوم قررت الاعتصام في مجلس نواب الشعب. انا الاعتصام وهذا محاوله تعطيل اعمال المجلس وعملت هجوم على اللجنه الماليه وحال تعطلت امورها، هذا ايضا خروج على القانون وعلى النظام الداخلي، وهذه معناها نوع من نقولوا احنا السلوكات المرفوضه. الاصل في الامور على الاقل انا قلت من وجهه نظري وحتى توجه كتله حركه النهضه ان الامور ترجع الى نصابها، المعالجه الحقيقيه تكون بالنقاش السياسي بين مختلف الاطراف باش تهدى الامور، نطوروا النظام الداخلي باش يمنع مثل هذه التجاوزات. ولكن دائما والاخطر من هذا انت شوف ما صدر من هذا الحزب ومن بعض رموزه ضد جميلة الليكسيكسي. معناها لو انه شفنا بعض هو لا مش ما نحملوش المسؤوليه بعض الاطراف العنصريه، بعض الصور اساءات. ايضا جميلة الليكسيكسي عملت الندوة الصحفية واعلنت انها ستتقدم بقضايا ضد هؤلاء هو المعتمدين هو سي محمد الاندينو واحنا هو اندينو نستغلوا الفرصه باش اندينو اي خطاب عنصري يتوجه به اي طرف ضد مدام جميله الليكسيكسي او ضد أو اي غيرها. نعم. شخص في تونس لو انه راوا الاطراف التي قامت بهذا الوصف هي وبهذه العنصريه الممارسات العنصريه هي اطراف محسوبه على الحزب الدستوري الحر، يعني ما نجموش احنا نقولوا انه الحزب الدستوري الحر هو اللي قام بالممارسات هذه. وهذا الشيء سي مختار نفسه راه النواب وانا نائب في المواقف الجوهريه لاحزابهم يعبروا عن احزابهم، لكن في التعبيرات ينجم يعبر تعبير فردي. كتله حركه النهضه حشيك تهموا قبل ووصفوا بالكلاب ووصفوا بالفاظ معناها لو انه الاتهامات هذه سي محمد تعودنا بها حتى مناصري حركه النهضه طالما وصفوا يعني بانهم يقومون بالشتم وبكل التعابير على منافسيهم السياسيين وهذا اللي شفناه. الاصل اذا ما نخلوش اعلاميه تقول ذو مقاطيع، وما نخليش نائبة أخرى تقول واحد نائب يقول هذوما تتار، وما نخليش واحدة تقول هذوما معناها باندية ولا كذا. أن نضع حدا لكل هذه التجاوزات ومن مختلف الأطراف. هذا هو إن شاء الله احنا هذا اللي ماذا بينا من كل الأطراف التزام الاحترام والهدوء وعدم الانسياق في للمستوى هذا، لأنه بصراحة مستوى تحت الحضيض بالنسبة للناس الكل. سي محمد الجماني المطلوب هو التهدئة والعودة إلى الأصل والحوار السياسي. خلينا نمشيوا فاصل قصير ثم في الجزء الثاني من البرنامج نتحدث مع عضو المكتب السياسي محمد الجماني عضو المكتب السياسي لحركة النهضة عن مشاورات تشكيل الحكومة. لنا عودة بعد قليل.